عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم مع دكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشيني والله. الفترة اللي فاتت طبعا أنا كنت بعيد عنكم يعني لظروف معينة، وبرفع لكم هنا المواضيع الطبية اللي هي الأساس بتاعي. النهاردة أتكلم في موضوع الكورة. ليه بقى النهاردة بتكلم في موضوع كورة؟ لأن عايزكم تتابعوا القناة بتاعتي الكورة مع الدكتور، هتلاقوها تظهر لكم هنا إن شاء الله كلكم تتابعوها. الناس اللي بتحب الكورة تتابع القناة دي بتاعتي. طبعا النهاردة أتكلم عن موضوع مهم جدا وموضوع مضايق أي أهلاوي، أي أهلاوي بالذات متضايق من الموضوع ده. الحكم على مرتضى منصور. مرتضى منصور صدر عليه حكمين، كان في استئناف منهم من الحكم النهاردة. الاستئناف ده كان اتأجل قبل كده، والنهاردة صدر في حكم عايز أقول له حضراتكم عليه. طبعا ومرتضى منصور طبعا سب محمود الخطيب وخد حكمين. الحكمين كانوا بالسجن، واحد بسنة و10,000 جنيه غرامة، وفي غرامة لمنع الحبس حتى صدور الاستئناف. بس لو خد الحكمين بيضطر يقضي الاتنين سجن، وعشان كده الحكم الاستئناف دوت عشان ياخد فيه حكم لازم هو المتهم نفسه يحضر، اللي هو مرتضى منصور يبقى موجود في الحكم عشان خاطر القاضي يقدر يحكم له، اي يحكم ليه او اللي عليه. فعشان كده شرط من الشروط انه يبقى موجود. طب لو ما حضرش مرتضى منصور؟ لا، بيبقى الحكم ضده على طول، لازم يحضر. طب لما بيحضر بيحصل ايه؟ بيدخلوا القاضي القفص، وداخل القفص بيستنى حكم المحكمة. ده حاجة قضائية يعني، ما يقدرش القاضي يقول له انت محامي اتفضل اقعد، لا هنا لا، لازم يدخل القفص، دي حاجة قانونية. النهاردة مرتضى منصور حضر وقعد يتحايل على القاضي علشان خاطر ما يصدرش حكم النهاردة، لان واضح تماما ان القاضي وقاضي الاستئناف بالذات قرر انه ما يقبلش الاستئناف، ما يقبلش الاستئناف بتاع مرتضى منصور. اذا مرتضى منصور معرض للسجن. طيب ايه بقى موضوع مد اجل الحكم؟ مد اجل الحكم دي حاجه قانونيه برضو، ان هو ممكن كان الحكم النهارده ما فيش مستندات جديده، لا بيأجله. ففي زي ما تقول كده محاولات من مرتضى منصور للصلح مع محمود الخطيب، والمحاولات دي ايا كانت فاشله تماما، لان محمود الخطيب مش عايز يخسر جمهوره، لان احنا كجمهور هنبقى زعلانين جدا من اي حكم ياخده مرتضى منصور او انه يتم براءته. الناس كلها حتى الزملكاويه نفسها انها تشوفه بياخد عقاب. يعني في ناس كتيرة أنا دخلت معاهم سألتهم سؤال وأنا بسأله لحضراتكم، هل في ناس بتقول سيبه أعفو عنه؟ طيب إحنا لما نعفو عنه هل حد ضمنه؟ هل حد ضامن إن بعد ما يخلص الصلح ويطلع الحكم هيطلع مرتضى منصور كلمتين اتنين يقولهم لك خلي عايزك تفهم بقى يا محمود الخطيب، هيطلع كده يقول لك كده أنا عايزك تفهم بقى يا محمود الخطيب، ويبدأ يشتم في محمود الخطيب تاني في قضايا تاني وياخد احكام تاني ويتصالح معاه محمود الخطيب تاني. لازم يتعاقب اللي ما اصيبش، اللي ما من امن العقاب اساء الادب. لازم تعرفها كده، من امن العقاب اساء الادب. اللي عارف ان هو يشتم الناس ومحدش هيحاسبه ده بيسيء الادب، بيعمل اللي هو عايزه ولا يهمه حد ولا يهمه هو بيقول ايه. ده الموضوع. طب كان ايه الحكم النهارده؟ النهارده المحكمه قررت مد اجل الحكم ل 17/7، وده كلام نهائي، كلام نهائي للاثنين، سواء مرتضى منصور او سواء للقاضي بتاع مرتضى بتاع محمود الخطيب الاستاذ محمود عثمان. النهارده ان الحكم هيصدر 17/7. وليه 17/7؟ لان بعد كده في اجازه قضائيه. فبنتمنى من قلبنا ان يخرج من منظومتنا. والله المنظومه يعني هي دي تبقى اخر عهد ليه. طبعا هو يطلع لك، ممكن يطلع بعد السجن، لو دخل السجن يطلع يقول لك انا
اعتدوا الكلام بقى اللي بيقولوه لك ان هم دخلوني عشان نادي الزمالك والكلام. الحقيقة ان نادي الزمالك منحدر جدا في وجود مرتضى منصور. ده الحكم على مرتضى منصور النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت بقى تتابعوا القناة الطبية اللي انا عامل فيها الفيديو ده اللي حضراتكم شايفينها، ويا ريت الناس اللي بتحب الكورة ترجع بقى تتابع قناة الكرة مع الدكتور، وأبقى سعيد بوجودكم معايا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.